مواقع التواصل تزيد من نشر طرق الغش في الامتحانات، وأيضا 23 مليار ونصف إيرادات مصلحة الزكاة، نصفها طبعا ضرائب على شركات أجنبية، وتفاصيل أخرى أيضا سنناقشها هذا المساء، إضافة إلى 90 يرفع قضية على زوجته القاصر بعد هروبها من المنزل، وضيوف يتحدثون عن هذا الأمر ربما تكون آراءهم مختلفة. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. ننطلق من اكثر المقالات الصحفيه زياره على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي باكبر عدد من التعليقات وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافه السعوديه. كنت بقول شيء بس قبل لا تروحون، حاس والله اعلم يعني أنه راح نسوي قضية يوم ما على المنتخب السعودي، بس ما أدري متى. خلونا نشوف فقرة المقالات. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان مدن لا تكاد تسمع لها حسة. يقول الشيحي دعونا قبل أن ندخل في موضوعنا اليوم نتخيل ما يلي: ما الفائدة حينما يكون لديك منزل حديث يضم في جوانبه عدد من المجالس الواسعة لكنها مغلقة طوال السنة وبالكاد تفتحها صباح العيد الكبير؟ اليوم في أغلب المنشآت الحكومية هناك قاعة ضخمة ومسارح كبيرة لكنها مغلقة طوال العام. صمت رهيب يلف المدن الكبيرة في بلادنا، ولعل اللافت أن الأنشطة الحاضرة في السعودية اليوم لا تخرج عن اثنين، إما خاصة كالصالونات الأدبية وما في حكمها، أو المحاضرات التي تقام في الجوامع الكبرى. حينما تتصفح المواقع والصحف الخليجية تجد كمًا هائلا من المؤتمرات والمعارض، حتى لتشعر وكأن الفعاليات تصطف طابورا أمام القاعات والمسارح. وهنا في بلادنا مسارح وقاعات ضخمة في الجامعات والمكتبات الكبرى غير موجودة ربما في الشرق الأوسط، لكنها خاوية على عروشها لا تكاد تسمع لها حسة. ويختم الشيحي نحن لا نريد فعاليات أثناء ساعات العمل حتى لا تؤثر عليه، ولا نريد فعالية كبرى تستلزم نفقات ومصروفات، نحن نريد فعاليات محدودة تكون مستمرة على مدار الأسبوع. نريد أن يتم نفض الغبار عن هذه المسارح والقاعات الموجودة في مناطقنا 13 فقط، لا أكثر ولا أقل، فإن لم يكن ذلك ممكنا فعلى الأقل حولوها لمواقف سيارات. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب خالد سليمان بعنوان مليونيرات على أبواب حافز. يقول سليمان صدمت عندما علمت من أحد أصدقائي أن زوجته وشقيقتين له يقبضن إعانة حافز. سبب صدمتي ليس لأن في بيته 3 عاطلات عن العمل، بل لأن الزوجة والشقيقتين جميعهن زوجات وبنات وحفيدات لمليونيرات. لطالما عجزت عن فهم سر شغف بعض من أغناهم الله عن البحث عن فتاة المعونات وبرامج الإقراض الحكومية بمطاردة كل مورد مجاني. إن حق الاستفادة من هذه البرامج لا يجب أن يكون عاما، بل ينبغي أن يكون مقتصرا على من يستحقه من المواطنين، أو على الأقل تكون الأولوية فيه للمواطنين الذين لا يملكون مساكن أو مصادر دخل، أو هم في أمس الحاجة للمعونات الحكومية. أما أن يزاحم المتخمون الجوع على اللقمة الناشفة والقرص اليابس فهذا طمع لا يليق بأصحاب الأنفس العزيزة. ويختم سليمان أطالب بأن تكون الأولوية في أي برامج مساعدة حكومية لمنح الأراضي أو القروض العقارية للمواطنين الأكثر حاجة، وليس الأكثر جشعاً والأسرع طلباً. التعليق الأبرز جاء من القارئ خالد بقوله تأتي وزارة العمل وتقول أن نسبة العاطلات كبير، وتقصد وزارة العمل نسبة العاطلات من زوجات الأثرياء وبنات المليونيرات، عاطلات وهن أصلاً لن يعملن، ولو أردن العمل فشركات والدهن موجودة. المقال الذي اختاره لكم فريق يهلا من صحيفة اليوم للكاتب محمد العصيمي بعنوان الصحة وحزب البشوت.
يقول الكاتب: أسوأ طبقية يمكن أن يعرفها مجتمع هي طبقية التطبب، حين يكون هناك طبيبا ممتاز وسريرا وثير وعناية فائقة بفلان، بينما لا يوجد طبيب ولا سرير ولو من بلاستيك ولا عناية ولا حتى التفاتة لفلان الفقير الذي قد يفترش الممر من شدة الألم والحاجة ولا أحد يعيره انتباه. من حق الناس ومن ذلك الأثرياء والوجهاء وأصحاب المناصب أن يتبغددوا صحيا وأن يدلعوا أنفسهم ما وسعهم ذلك، لكن ليكن ذلك على حسابهم ومن جيوبهم الخاصة المنتفخة، لا أن يزاحموا الآخرين المحتاجين على الإمكانيات الطبية الحكومية. ويضيف العسيمي: حين نسمع مع كل ميزانية عن إنشاء المدينة الطبية الضخمة نتساءل لمن كل هذه المشاريع؟ هل هي للمواطن العام أم للمواطن الخاص أو الوجيه؟ ولم تدلنا هذه الأسئلة وغيرها كلما سألناها سنة بعد أخرى إلا على تأخر وتقصير في رعاية المواطنين العاديين وتقدم وزيادة منقطعة النظير في رعاية المواطنين الواصلين. ويختم العصيمي: الأمل بالله أن تفتح دروب التطبيب واسعة وجيدة في ظل هذه المليارات المخصصة للصحة لكل من حمل الهوية السعودية بغض النظر عن قيمة بشته أو سعر ثوبه. ونتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاج الأنشط عند المغردين والمغردات وأيضا الرسم الكاريكاتيري. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الوطن للفنان المزيني الذي يصور تحول المسؤولية إلى لعبة بين أيدي بعض المسؤولين. من الهاشتاجز الأكثر نشاطا لليوم هاشتاج 90 يتزوج طفلة، إذ عقد رجل 90 قرانه على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في محافظة الحرث بمنطقة جازان الأسبوع الماضي. وقال مقربون من أسرة الفتاة إن العروسة أصيبت بالرعب ليلة الزفاف فقامت بمغافلة زوجها وإقفال باب الغرفة على نفسها يومين متتاليين قبل أن تعود إلى منزل أهلها. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة فيديو بعنوان نصيحة لكل مدخن. برضو من أثار العلاج زين إنه احتمال يسبب لك عقم، العقم وشو؟ ما عاد يجونك عيال، يعني ترى وتزوجت ما يجيك عيال. من أثار العلاج صداع، ألم في الأسنان، آلام كثيرة جدا. وبرضو في شيء واحد بدأ معاي من اليوم الصباح وأنتوا يمكن أول من يشوفه، حتى شفتوه قبل عيالي لأني مشيت أنا وتركت عيالي في الرياض جاي باخذ عمرة. من آثاره تساقط الشعر، شايفين شعري زين صح ولا لا؟ الحمد لله شعر ناعم وطويل وما في زين منه، لكن بعد أسبوع أتوقع ما بتلقون في وجهي شعر أبدا ولا في جسمي كله. ليه؟ شفت دقني كيف؟ أسحب منه، شفت شلون طلع، شفت شلون؟ طيب نتابع أيضا نشرتنا، نبقى في المملكة العربية السعودية ولكن هذه المرة بالأرقام. ₪900 مليون للقضايا على تكدس البضائع بمطار جدة، 60% من ميزانية الصحة للرواتب، وأكثر من 4 مليارات للأدوية والمستلزمات الطبية، 29 مدينة مهددة بالسيول، و21 مليارا لإنقاذها، 10 مليارات واردات الحبوب إلى المملكة في 10 أشهر، أكثر من ₹23 مليار إيرادات الزكاة في عام 2012 بزيادة قدرها 18% عن إيرادات العام الماضي، 52% من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت. إذن راح نتوقف مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. قلت لكم شوفوا، يا ما قلت لكم بس اقول لكم شوفوا يا اهل، احسن لكم المباراه. يعني ما قلت برضو قبل شوي يمكن نحتاج نسوي قضيه على المنتخب. عموما نرجع لهمنا اليومي والاختبارات وما ادراك. يزيد في هذه الايام كل سنه تداول مقاطع عن اساليب الغش في الامتحانات،
في الوقت الذي تحذر فيه وزارة التربية والتعليم من انتشار هذه الظاهرة ومكافحتها طبعا. معي في الاستوديو الدكتور بادي الشكرة وهو الخبير في المناهج وطرق التدريس في وزارة التربية والتعليم للحديث عن هذا الملف تحديدا. أهلا وسهلا بك دكتور بادي. أهلاً. شكرا لحضورك. كان ودي نكون مع بعض المنتخب فايز. الله المستعان. أنا سعيد الحقيقة باللقاء. الله يخليك. الله يخليك. بس ما أنت سعيد بهزيمة المنتخب؟ والله هذا أمر الله. نعم. دكتور الغش تعرف يعني موجود في كل مكان، ولكن دائما كل ما تطورت طرق المكافحة كل ما زادت أيضا يعني القدرات والأفكار عند الطلاب في تحدي هذه المكافحة، بالتالي خلق طرق جديدة للغش. في حديث عن دخول السوشيال ميديا في هذا الموضوع، إيش الحالات الجديدة اللي اكتشفتوا؟ هل في عندكم إحصائية لحالات الغش خلال اليومين الماضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة سرني هذا اللقاء، وخاصة في هذه الأيام، أيام الامتحانات أو الاختبارات. وبداية أحب أن أوضح يعني طبعا الاختبارات أو الامتحانات ما هو الهدف منها، وأنا أقول الكلام هذا كتربوي، ويعني لنا ولله الحمد خبرة في المجال، أن الهدف للأسف لم يتضح لا لدى كثير من التربويين ولا الطلاب. طبعا الهدف قياس أو تشخيص معلومة عند الطالب، وليس يعني عملية الوصول إلى غاية فقط. لابد يعني أن يكون يعني هناك تصور أن الهدف من الاختبارات قياس المخزون المعرفي لدى الطالب أو لدى المتعلمين. هذا القياس ما الذي سيوجد خطأ أو يخل بمصداقية هذا المقياس؟ هو الغش. والغش أو بالإنجليش التشيتينج هو يعني من حتى ترجمة الإنجليزية أو اللاتينية للمفهوم هو خيانة. طبعا تعدد تعريفات التربويين أو علماء التربية في المجال. على سبيل المثال يعني من الدراسات العربية في أبحاث كثيرة، مثلا حمدان عرفوا بأنه يعني إجابة معلومة بطرق غير مشروعة. فضيلة عرف بأنه وسائل غير مشروعة. فينيكس في دراسة أجنبية عرفه بشكل مباشر بأنه عملية اختلاس وخيانة للمعلومة من أجل استخدامها وإظهار الجانب الحقيقة بطريقة غير صحيحة. طبعا الحاصل بالنسبة لعدم وضوح هذه المعلومة أصبح لدى الطلاب مفهوم أن الغاية تبرر الوسيلة، فأصبحوا يلجأوا إلى طرق حديثة وجديدة مثل ما تفضلت، استخدام لعمليات الغش. لن أتحدث الحقيقة بصفتي، أتحدث بصفتي الشخصية كخبير تربوي، بأن الوسائل أو ما يدور في فلك هذه العملية الغش في الاختبارات تعددت. استخدام الأجهزة الذكية الآن أصبحت وسيلة متاحة، بأن يتم إخفاء، يكون يعني الجهاز بعملية استخدام برمجيات معينة باختزانها في الجهاز، ويتم يعني وضع سماعة مخفية بحيث يتم الحصول على المعلومة سواء من مصدر ريكورد تسجيل أو من مصدر خارجي متواصل مع الطالب وغير ذلك من لا بس الوسائل. الآن خلال يومين في عندكم حالات غريبة؟ والله لن أتحدث مثل ما تفضل أتحدث كصفتك. لا ترى احنا مستضيفينك علشان لك علاقة بالتعليم، لأننا نعرف عيالنا وش صار فيهم بالضبط. يعني ترى ما هي معلومة يعني جميل، لكن أنا أقصد يعني كبداية في هذا اللقاء اللي أنا سعيد فعلا به، يعني حديثي سيكون من واقع خبرتي كتربوي وليس من واقع عملي. بس الآن عملي. الآن أنتم من خلال عملكم طبعا. يعني أعتقد ما في ضرر أنك تقول لنا إيش الجديد، يعني إيش الحالات الغش، كم واحد غش اليوم ولا أمس؟ تجيكم أنتم هذه الإحصائيات صح ولا لا؟ لا حقيقة الإحصائيات تظل في المدارس. لا غير كذا، يعني ليس لي ارتباط مباشر فيها ولا طيب. ليس لي من خلال الخبر الآن في حديث إنه السوشيال ميديا غزت يعني لها دور في تغذية هذه بطبع. الظاهرة إلى أي مدى هذا الدقيق؟ بالتأكيد يعني حصل هذا الشيء، ويعني لا يمكن حتى يعني في الجهات في جميع المؤسسات التعليمية سواء الجامعي أو التعليم العام أو
أو حتى في المعاهد أو المراكز التدريب، علما بأن المراكز أو الدورة التدريبية هي تقيس للمتدرب، ربما أحيانا لا تقدم له أو تؤخر يكفيه النجاح، مع ذلك يلجأ يعني لهذا الأسلوب لأنه ترسخ للأسف في سلوك الأفراد أو المتعلمين عملية اقتناص المعلومة. هذا السلوك يعني نشأ من تراكمات، حتى أنها أصبحت يعني للأسف ربما تشيع بين الطلاب وتنتقل أو تستشري في المجتمع بأنها عملية شطارة بالعامية، يعني أن تستطيع أن تحصل على المعلومة وتجيب، فأن تشبع شيء في نفسك أصبح شيء اعتيادي وهذا خطأ. طيب دكتور تفضل. دكتور فيه أنت تعرف يعني موضوع اختبار الكتاب المفتوح يعني موجود في كل أنحاء العالم، وأعتقد أنه هذا هو الأسلوب الأمثل للقضاء على هذا الملف نهائي ملف الغش. طبعا هذا احنا يخلينا طرق التدريس كيف ممكن تكون، هل احنا اساسا بدايه الازمه في طريقه التدريس والتلقين والمناهج لها علاقه بموضوع الغش؟ تخيلوا السعوديين يختبرون كتبهم معهم. هذا طبعا يعني ان الاسئله بتكون فيها مختلفه جدا، والطريقه وطرق التدريس بتكون مختلفه. لماذا لا نصل لهذه المرحلة؟ بالضبط، هو طبعا الأوبن بوك أو الاختبار الكتاب المفتوح هو ليس حديث، هو من قديم، ربما من سبقون ومن تعلموا أيضا في خارج المملكة في أمريكا أو في أوروبا يعني طبقوا هذا النوع من الاختبارات، ويعرفون أن هذا الاختبار يؤدي إلى مفهوم جديد وهو التحصيل بالتقويم، وهذا الآن يعني المفهوم ولله الحمد يعني أصبح موجود الآن في عمليات تطويرية للتعليم لدينا، أصبح هناك ما يسمى التحصيل من خلال التقويم، بمعنى أن الطالب يستطيع أن يحصل المعلومة من خلال هذه الاختبارات، فهو بطريقة الأوبن بوك المعلومة التي سيقرأ سؤالها ويجيب عنها ستكون مترسخة لديه، فهو اكتسب معلومة عن طريق هذا الأسلوب من الاختبارات. بلا شك أن هذا الاختبار أولا يزيل القلق لدى الطالب الطريقة هذه، وتعطيه الثقة في الانطلاق والبحث عن المعلومة. في نفس الوقت هي ستقضي على الأسلوب التقليدي الذي يعني يتم فيه ربما يعني وقد يؤخذني كثير من ربما يؤدي إلى فعلا التشجيع على الغش. يعني الأسلوب التقليدي أحيانا يوجد نوع من القلق لدى الطالب، رهبة الاختبار، ونعرف إلى الآن لم يعني الحقيقة موجودة هذه الرهبة بالرغم من وجود أساليب تقويم الآن في المرحلة الابتدائية، تقويم مستمر أو في بعض يعني البرامج أو برامج التدريس الجامعي موجودة هذه الطريقة، لكنها لا تزال للأسف لدينا موروث قديم من خلال استخدام أساليب التقويم التقليدية التي ترسخ لدى الطالب مفهوم القلق ولا في نهاية المطاف المخزون المعرفي لديه يتلاشى. طيب بعد الاختبارات. نعم دكتور، خفت الظاهرة ولا زادت؟ لا أعتقد أنها خفت، خاصة بعد يعني استخدام أساليب حديثة في التقويم، أيضا نشر مثل ما ذكرت التقويم التحصيل من خلال التقويم، أيضا وجود ولله الحمد مشاريع كبرى في يعني تربوية تعنى بهذا الجانب وتعنى بعملية تصحيح المفاهيم، حتى في التعليم الجامعي نلاحظ عملية العناية برفع مستوى الأستاذ الجامعي، العناية بأيضا تثقيف الطلاب وأكسابهم أيضا مهارات في اكتساب المعلومة وفي عملية التعبير من خلال يعني إبداء المعلومة سواء شفهيا أو كتابيا أو بأي أسلوب آخر. دكتور بادي الشكر، شكرا لحضورك على يعني حضورك في استديوهاتنا. دكتور بادي هو خبير المناهج وطرق التدريس في وزارة التربية والتعليم. إن شاء الله نلتقي المرة الجاية تكون كل اختبارات وكتاب مفتوح. الله نتمنى ذلك. نعم شكرا لك دكتور. إذن فاصل وننطلق في قضايانا لهذه الليلة أيضا. ما تتغير عقلية. أنت على الهواء بس تبغى تكلم عن المنتخب تفضل. احنا على الهواء فعلا، تبغى تتكلم عن المنتخب تكلم. المنتخب؟ ايه. المنتخب دائما يعني المفروض يرفع روسه ما يفشلنا. وشوفهم اللاعبين يرفعون روسهم بس احيانا تجي اهداف فينا، يعني رفعت الروس موجوده. يعني ما يعني ما يعني ما بالفوز اللي يرفع روسه. لا يعني هو يمكن في مفهوم غلط ما اعرف، انا قلت انه في حلقه في البدايه مكان بحث صبر قلت شكلي والله اعلم بنسوي حلقه عن المنتخب السعودي. بعد الهدف الثاني ايقنت اني راح اسوي حلقه على المنتخب. بس بنسويها بطريقة مختلفة عن زميلنا تركي العجمة في برنامج كرة لأنه هو المتخصص،
ولكن الموضوع صار شأن شعبي يعني. والله أنا دائما أتفرج على المنتخب، لكن لما أشوفه كل مرة أي فريق يفوز علينا وإمكانياتنا كبيرة والفرق عندنا كثيرة يعني شيء يعني مؤسف. نعم أنا بس قبل لنا بس نقفل ذا الموضوع، اللافت أنه هذا المنتخب العراقي اللي فاز هي ثاني مرة بنفس الأفراد تطور طفيف، خذوهم وهم صغار وهم أصغر من هذا العمر كأس آسيا، والآن هزمونا بنفس الفريق وإحنا أنه تطورنا سوينا إلى آخره. إذن في مشكلة أخرى ما هي مرتبطة حتى لا بالتكوين الجسماني ولا بالمادي، في مشكلة أخرى يعني تحتاج إلى دراسة ووعي أكبر ونحتاج نتكلم فيها لاحقا. عموما أظهر تقرير مصلحة الزكاة والدخل أمس أن إيرادات المصلحة بلغت 23 مليار ونصف ريال في عام 2012 بالزيادة 18% من إيرادات العام 2011. وضح التقرير أن حصيلة الزكاة على عروض التجارة بلغت أكثر من 11 مليار ريال، تمثل يعني وعاء زكوي يبلغ 450 مليار، فيما دعا حقوقيون واقتصاديون مصلحة الزكاة والدخل لتجاوز الأساليب التقليدية في الجباية والصرف، وطلبوا منها مواكبة الطفرة التقنية في أنظمة العمل بحيث أنه يكون في أداء مختلف، وبالتالي الأداء لما يختلف الحصيلة والتحصيل راح يكون أعلى وأكبر، وأيضا الشفافية في هذا الملف. تقرير العزام الخديدي ثم نعود للنقاش. بزيادة 18% عن إيرادات العام الذي قبله، كشف تقرير مصلحة الزكاة والدخل أن إيرادات المصلحة بلغت في عام 2012 أكثر من 23 مليار ريال، وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، فيما يرى مهتمون بالشأن الاجتماعي أن أداء مصلحة الزكاة والدخل ما زال أقل من المطلوب سواء في جباية الزكاة أو في طريقة توزيعه. لا يوجد هناك أي تدقيق لهذه المستندات، لا يوجد هناك أي زيارات ميدانية على الشركات أو التاجر أو من يقدم أوراقه إلى مصلحة الزكاة، تأخذ الأوراق كما أتت. عشان أنا أكفيك وأعطيك لازم تقول لي انت اعطيتها لمين، خرجتها لمين، سلمتها لمين، مش متى تحصل من الزكاه وتقول احنا صرفناها للفقراء. الفقراء بينهم المسجلين في الضمان الاجتماعي، طيب في فقراء ما هم مسجلين في الضمان الاجتماعي، في فقراء ما قدروا يلحقوا على الضمان الاجتماعي. وكان نظام الجباية بنسخته الجديدة أقر فرض الزكاة على الأراضي البيضاء، لكن مجلس الشورى رفض هذا التعديل، ويتكون مشروع نظام جباية الزكاة المقترح من 46 مادة موزعة على 7 أبواب، لكن تبقى المعضلة الكبرى كما يرى البعض في غياب هيبة مصلحة الزكاة وقصور العقوبات على المخالفين والمتهربين. لا يوجد هناك رادع حقيقي إلى المتلاعب سواء بالأوراق أو المتهرب أيضا من دفع الزكاة، لا يوجد عقوبات رادعة حقيقية. آخر إحصائية قبل يمكن شهر ونص أو شهرين أنه مقدار المبلغ المودع في البنوك 686 مليار ريال، مبالغ من اللي ما يتحصل عليها فوائد، فين زكاة هذه؟ ليش ما تتبع البنوك؟ يذكر أن أموال جباية الزكاة تحول إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية ليتم صرفها على الضمان الاجتماعي. عزام الخديدي لبرنامج جاهلة، روتانا خليجية، جدة. شكرا عزام على الخديعة هذا التقرير لمناقشة هذا الموضوع. يسر نحرب حروف ضاعت مع المنتخب اليوم. يسرنا يرحب بضيوفنا في استديوهاتنا الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة معنا في الاستديو، وأيضا يرحب بالأستاذ عبد الله شماسي وهو رئيس تحرير مجلة اقتصاديات. أهلا وسهلا بضيوفي على عزة. يا أهلا دكتور فهد، يعني أنت متابع لهذا الموضوع، في ناس سعداء بهذه القفزة، بس في ناس تقول يعني ترى كأنك يا أبو زيد ما غزيت، لو عملته بشكل صحيح وممنهج ونظام واضح في شفافية كان أعلى من هذا بكثير. أنت مع أي رأي فيهم؟ أنا نظرتي أبعد من كذا. نعم. ما دامت الزكاة تحقق إيرادات سواء إيرادات زكوية أو ضريبية، علينا أن ننظر إلى تشجيع
تدفقات الاستثمارات الأجنبية من السعودية. علينا تشجيع المؤسسات الصغيرة بتسهيل الإجراءات وجعل النظام الضريبي سيستماتيك، يعني سيستم نظام معين بالسهولة من مكتبك تسويه، وهذا أعتقد أنهم ماشيين في الطريق. إذن علينا لا نركز بس في التحصيل فقط، علينا أن نركز كيف نزيد الوعاء الضريبي وعدد الشركات في الاقتصاد السعودي. كل ما زاد العدد كل ما زاد الإجمالي، حتى لو كان هناك نوع من عدم التحصيل الدقيق لابد أن تكون الإيرادات أعلى. إذا التركيز فقط على جودة والتدقيق في الإحصاء سوف يزيد الإجمالي شيء بسيط وقد ينخفض في المستقبل. فعلينا أن ندعم هذه الاستثمارات الأجنبية تيجي للسعودية، نأخذ منها 20%، ندعم المنشآت الصغيرة. طبعا هذا يعني مو مصلحة الزكاة فقط، كل هيئة الاستثمار وزارة التخطيط وكل هذا المفروض أنهم يعملون استراتيجية كيف نرفع الإيرادات. مثلا عندك حتى في العمالة الأجنبية الآن بعد رفع التكاليف معنا، ليش ما تسمح للمحلات يزيدون بعد الأجانب فيه فلوس؟ كل أجنبي كل سنة 4,000 ريال. يعني هذه النظرية النمو اللي لازم إحنا نفكر فيها. إحنا يعني لو قبل البرنامج قلت لك المواطنين واللي يعلقون دائم على الرقابة، دائم على التدقيق، على التحصيل، فكر شوي يعني غير التفكير هذا. أنت بدائم حاصر تفكيرك على الموجود، يعني التدقيق على الموجود. إحنا لازم نفكر في النمو، كيف نزيد هذا مو ب5%، كيف نزيده ب20%، نزيده ب30%. هذا لن يتم إلا عن طريق تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات، وهذا اللي يؤدي إلى تنويع الدخل، تنويع إيرادات الدخل. نعم. أستاذ عبد الله، يعني كيف ممكن للشركات أن تتنصل من الزكاة؟ إيش الطرق اللي عندها؟ وش يعني هذا الذكاء اللي للحين وإحنا عام 2013 ولا زال هناك في الشركات تتنصل؟ طيب يمكن خلينا نرجع شوي تاريخي إلى 2005. 2005 كان المبلغ المحصل للزكاة والضريبة لا يتجاوز 5 إلى 6 مليارات، بينما الآن تجاوز 23 مليار. هناك قفزة كبيرة في هذا المجال. القفزة هذا يواكبها النمو الاقتصادي اللي تعيشه المنطقة. المملكة تعيش نمو اقتصادي كبير، عدد الشركات اللي كانت موجودة غير العدد الموجودة الآن قبل 10 سنوات، الآن عدد الشركات عدد كبير. لذلك النمو هذا نمو طبيعي وله مستغرب، لأنه إحنا ما نستغرب الرقم هذا لأنه ما هو المبلغ الخيالي الكبير اللي إحنا نطمح له مقياسا في الشركات الثانية. نرجع لموضوع التهرب الزكوي. فيه عندنا تهربين، في تهرب زكوي وتهرب ضريبي. احنا اذا بنتكلم عن التهرب الزكوي يمكن هو اصلا مصلحة الزكاة والدخل ما هي مركزة في هذا الجانب كثير، لانها اغلب الشركات اللي تحت هذا الاطار هي شركات او مؤسسات صغيرة او متوسطة. الشركات الكبيرة في هذا المجال انا ما اعتقد خلال الفترة هذه عندها التهرب الزكوي اللي واضح، لأنه في نظام رقابة، في محاسبين قانونيين، في مراقبات للقوائم المالية وللإقرارات الزكوية في المصلحة. التهرب يكمن دائما الآن في إخفاء الطريقة الشرعية لتقديم الإقرارات. الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تقدم الإقرارات الزكوية لأنها تقدم اللي هو التقدير الجزافي، اللي تحسب التقدير الشخصي لموظف المصلحة مع صاحب المنشأة اللي هو يقدر التقدير اللفظي. يعني أنا مبيعاتي 200,000 300,000 بدون أي إحصائيات، بدون أي أرقام إذا كانت تخلو من الاستيرادات الخارجية. هذه هي النقطة الرئيسية، وهذه تمثل تقريبا 80% من التهرب في مجال الزكاة. لا الزكاة، أنا أتكلم في مجال الزكاة. بس موضوع الزكاة، أنت الآن تأخذ الـ2.5% من رأس المال ولا من لا تأخذه من الدخل الإجمالي، لأن إحنا عندنا تقديرين، تقدير جزافي وتقدير اللي هو المبني على تقديم إقرارات. نعم. لتقديم الإقرارات هذا نادرا يكون فيه تجاوزات. لما بقدم إقراري الزكوي مراجع من محاسب قانوني نادرا يكون فيه محاسب قانوني. حق من؟ حق الشركة ولا حق الشركة؟
طيب لأن يعني الشركة هو المحاسب القانوني. الآن في مخالفات يمكن صدرت، أنا كنت عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فكان في الآن عقوبات صادرة على مكاتب المحاسبة اللي تتولى أو تعمل تهرب زكوي في القوائم المالية، سواء بإخفاء معلومة أو سواء. طيب جميل دكتور فهد، يعني بصراحتك المعهودة، طبعا أنت برضو صريح بس بتسخب على شوي ديزل. الآن في حديث عند الناس في المجتمع السعودي أن يقول لك في شركات مليارات، يعني ربما رأس المال والمكاسب وكل شيء، وشركات بتكسب ملايين. في حكي أنه في شركات ملفاتها 100,000 مسجلة عند الزكاة رأس المال، هل هذا ممكن انه صحيح دقيق؟ يعني انا اقصد انه في كذب على هذا، على في كذب على مصلحة الزكاة والدخل براس المال والمكاسب، ومصلحة الزكاة والدخل ليس عندها القدرات اللي تخليها تكشف هذا الفساد. بس تعليق على السبب، التهرب الضريبي وانا اعرف هذا من الواقع، بسبب انك لو عندك بقالة او محل وتبغى محاسب قانوني يدقق، كم بيكلفك؟ أكثر من الزكاة، حيكلفك 10,000. لذا هذا اقتراح لمصلحة الزكاة إنه يكون عندها موظفين بمبالغ بسيطة يستطيعون عمل المحاسبة القانونية للأعمال الصغيرة، مكتب أو تتعاقد مع مكتب مثلا يأخذ في السنة 200-300 ريال على التقرير، لكان ما في تهرب. ثاني حاجة، كل محل تجاري يجب أن يكون عنده كاشير محاسبة. هذا مهم موجود، أول شيء الزكاة، ثاني حاجة الغش على المستهلك. بالنسبة للشركات اللي يتكلم، عندما تخفض رأس المال الشركة هذا يتم عن وزارة التجارة، وهذا الشرعي. لازم علينا أن نفرق البزنس ذكاء، الأعمال ذكاء. صاحب العمل دائما يحاول أن يخفض تكاليفه ويحقق أكبر عائد من الأرباح، لكن في فرق بين يكون شيء إجرائي شرعي وبين شيء خاصة في الضريبة. الزكاة هذه مسؤولية أمام الله، لكن في الضريبة فالشرعي يختلف عن الغير شرعي. مثلا في الاقتصاد السعودي هناك 320 ما يقارب 320 مليار ريال اقتصاد خفي، لا ضريبة ولا يدخل في إجمال الناتج. آخر تقرير التهريبات في معاملات التحويلات اللي ما يدخل تقرير للبنك الدولي قبل أسبوع، أنا كنت يعني معلق عليه، في أكثر من 22 مليون أعتقد ريال، مليار لا يدخل في الحسابات وتحول للخارج. إذن في مشكلة حقيقية، لكن محاربة الاقتصاد الخفي أنا أعتقد ما دام الشركة مسجلة رأس مالها 100 مليون أو 200 أهون من الشركة اللي ما تسجل شيء. أنت كل ما بس دكتور، هل هي سهلة أنك أنت تضلل؟ وحتى يعني والمصيبة الكبرى إذا أنه مصلحة الزكاة والدخل تعرف أن هذه ضلل وما عندها لا قوانين تحمي ولا أنظمة. مو على كيفك تحدد رأس المال، يعني تحدد وزارة التجارة. أنت مثلا فتحت محل مثلا مو شركة، تجي وزارة التجارة في السجل التجاري يكتب كم رأس المال. قد أنت رأس مالك اللي بديت فيه 100,000 وقد تستثمر مليونين اللي بديت فيه، لكن تطور رأس المال. إيه، لكن في نهاية السنة هو الزكاة يجي على الأصول وعلى الأرباح العوائد وعلى الأصول داخل فيها الإنفنتوري المخزون. فهذه الأمور واضحة. طبعا هناك طرق ثانية لأصحاب، حتى في المحاسب القانونية، المحاسب القانوني مثلا عندك الشركات لما تجي بتطرح الاكتتاب تلقاها قبل 4 سنوات خسرانة، وقبل ما تطرح في الاكتتاب في سوق الأسهم تطلع أرباحها بالمليارات، وبعد ما تطرح للاكتتاب بسنة تصير كارثة. فهناك يعني طرق محاسبية ملتوية لكن شرعية. فلا أنا قلت لك البزنس الذكاء الفاسد، يعني نعم الذكاء الشرعي كل واحد يحقق يعني طريقته. فعلينا نفرق بين الشرعي وغير الشرعي. طيب الآن بخليك تعلق، لكن مثلا الشركات اللي هي يعني شركات مساهمة ليست مساهمة بالكامل، زي مثلا الاتصالات، زي هذه طبعا تأخذ منها زكاة؟
نعم. أي شركة مسجلة في النظام الحكومي تؤخذ عليها الزكاة إذا كانت مملوكة بالكامل من خليجيين، لأنه جميع المواطن السعودي أو الخليجي تؤخذ عليه فريضة، تؤخذ عليه الزكاة. الغير خليجي تؤخذ عليه الضريبة. فأي منشأة مسجلة بسجل رسمي تؤخذ عليها الزكاة. لذا المساهمين لا يدفعون زكاة؟ لا، المساهم ما يدفع، لأن هي أخذت أوريدي من الشركة نفسها. نعم. فالمساهم ما يدفع أي رسوم. طب إيش النظام اللي ممكن نحاكيه ويعني في هذا الملف الزكاة ولا ضريبة، وممكن يخلينا نضمن إنه فعلا كل الناس يعني يتساوون في هذا الملف وفي دخل أعلى؟ لأنه كل التقديرات يعني بحجم الشركات الموجودة ورؤوس أموالها، أعتقد إنه هذا الرقم ممكن يقفز إلى أكثر من ذلك. يقفز ممكن إلى أضعاف لهذا الرقم. كان عندنا في السابق قضيتين، قضية الضريبة وقضية الزكاة، التهرب الزكوي والتهرب الضريبي. التهرب الضريبي الآن حدوا من التهرب الضريبي مع النظام الجديد اللي صدر عام 2005. قبل 2005 كان هناك مشاكل كثيرة من التهرب الضريبي، ويمكن كان مطالبات كانت بعشرات المليارات. الآن قلت هذه بنسبة تصل إلى 90% مع النظام. في نظام الزكوي الجديد اللي سيصدر إن شاء الله، أنا أعتقد إن شاء الله أنه حيكون في تنظيم جديد لجباية أو لتحصيل الزكاة. الزكاة هي مسألة تنظيمية، لأنه بكل شفافية أنا أقولها أنه مصلحة الزكاة والدخل غير قادرة على تنظيم الزكاة، لأنه ما عندها العدد الكافي من الموظفين لتحصيل الملفات أو تحصيل، يعني تخيل أنه عندك 500,000 مكلف في الزكاة ولا عندك العدد الكافي من الموظفين. فهذه مشكلة تواجهها، اللي هو عملية التوسع في التوظيف أو التوسع في تسريع الآلية أو تغيير الإجراءات الزكوية لتحصيل الزكاة. هذه يعني أعتقدنا من أهم النقاط اللي راح تسرع وتنظم هذا المجال وترفع الأداء. الزكاة لا زلنا لحد الآن أنا أحط عليها دائرة حمراء، لسه تحتاج إلى تنظيم كبير، تحتاج إلى فترة إلى تنظيم للإجراءات، تسهيل إجراءاتها، عدم تركها للعشوائية، لأنه العشوائية هذه ربما أن تلعب دور. كما ذكر الدكتور أنه في شركات مسجلة رأس مالها 25,000 ريال، بينما رأس مالها يتجاوز يمكن 25 مليون، أنا أقول لك إياه، لأنها مؤسسة فردية وتقدم تقديرات جزافية، لا زالت شركات دخلها مبيعاتها بمئات الملايين وتقدم إقرارات جزافية، وهذا المفروض أنه يحد من موضوع التقدير الجزافي، وأنه على جميع المنشآت أنها تقدم إقرارات زكوية مراجعة من محاسب قانوني مهما كان ومهما كلف العدد، لأنه هذا هو أساس التنظيم وأساس زيادة الدخل في هذا المجال. راح نروح فاصل 30 ثانية فقط ونعود لكم بعد قليل. حبيت التصوير من وقت ما كنت صغيرة، اليوم أول جلسة تصوير لي ولازم يكون كل شيء بأفضل حالاته، لكن وقت الزحمة الحوادث والأخطاء ممكن تحصل، عشان كده أنا أثق بأريال وبس. أريال بالمايكرو بوسترز يزيل أعمق البقع عشان غسيلك يبقى منور ويجتاز اختبار الشمس. أخيراً حلمي تحقق وما هي إلا البداية، أفضل نظافة أريال وبس. اهلا وسهلا بكم. لازم نتحدث عن الزكاة وعن كيف ممكن يكون الدخل على من كذا رغم انه قفز هذا العام. تعليق دكتور فهد، كنت تعلق على بالنسبة لما تقولون ان الزكاة لو هناك تدقيق وكذا وكذا وما في تهرب ان المبلغ حيكون 100%، يعني من 23 مليون يطلع، كيف عرفتوا؟ يعني لازم يكون هناك تقييم. لا، انا بقول لك شغله، اليوم احنا ما ندري انه كيف ممكن يقفز، بس انت الان قلت انه فيه يعني فيه اخفاء معلومه ولكن بطرق مشروعه. نعم. وقلنا هذا الذكاء الفاسد، فهو يقول لو انه تحدث هو عن شركات، انت ضربت مثل ايضا عن راس مالها وكل شيء، فاحنا يزيد بس ما ندري كم يزيد. لا بس هذا المشروع ما تقدر الزكاه تتدخل فيه لانه مشروع. احنا لا تنسى دكتور ان عندنا كمان يعني خوف من المصطلحات. إيه؟ يعني مساله ضريبه كان في هلع منك تستخدمها ولا هذه ناحيه اجتماعيه اخرى. صحيح. فبالنسبه لهذا المبلغ
احنا نحتاج معلومات صحيحة. اول شيء معلومات نبدا بعدد المنشآت بالدخول، معلومات كثيرة، وهذا على الجاسر وزير الاقتصاد اللي صرح كل يوم بال ان احنا ما عندنا كذا وكذا وكذا كل شيء والبطالة وكذا وكذا، عليه ان يبدا يعطينا المعلومات. المنشآت الصغيرة على الموقع ما في الا قبل 10 سنين، نبغى معلومات تفصيلية، نبغى كم متوسط دخل الفرد في العلية، في السليمانية، في حطين، في كل مكان، علشان نعرف ونعرف كم تقييم هذه المنشآت، الدخل يعمل سيرفي تعمل كذا كذا، نعرف ان المعلومات هذه المعلومات عند السيرفي يخبون. مثلا انت اجي اسالك واقول دخلك كم راتبك، يا تقول لي يعني راتبي انا 5000 لكن اشوف عندك 2 مرسيدسات في البيت، معنى ان هذا الكلام مو صحيح. تصريحات الجاسر والفقيه يصرحون، بس التصريحات اللي قاعدين يقولونها لا هي مبنيه على يعني ما يقولون وين الدراسات هذه، ويبدو لهم بعيدين عن الشعب ايش صاير فيه. نعم. وعندنا الوزير اللي نبغى يتكلم، مثلا وزير الماليه لا يتحدث، بس الاداء ايضا يعني غريب، الناس يعني 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 تستغرب وتسال دائما، وهو لا يجيب على الاعلام السعودي الا ما يختار هو، يعني مثل التلفزيون السعودي لانه الظاهر اسئله معروفه وكل شيء، ولا القنوات اخرى ما اعرف. انا تحدثت امس عن هذه التصريحات اللي انا اعتقد اذا اي وزير يصرح ويعطينا معلومه غلط بدون ارقام، وحتى لو اعطانا ارقام موثقه ما هي موثقه، يعني على الجهات المعنيه ان تحاسب هذا الشخص، وعليه قبل هو ان يحترم الراي العام. مثل اللي جاء مرة على برنامجك ويقول لك هناك في 5 ملايين أجنبي غير شرعيين، 5 ملايين أجنبي صح؟ من فين جاب للرقم هذا؟ يعني هذه أمور يعني صراحة، يعني لما عضو مجلس الشورى يتكلم ويقول 5 ملايين، من أين أتيت بالرقم هذا؟ أين المصدر؟ صح. لذا هذا تضليل للمواطن، علينا أن نتكلم عن الحقائق والأرقام الصحيحة ولا نصمت. إذا ما عندك معلومة حقيقية، وإحنا الحمد لله الشعب متعلم ويعرفون البحوث والإحصائيات، يعني لما تعطينا رقم في فرضية، لما تقول واحد رئيس بنك أو مدير بنك وتقول راتبه 20,000 ما صدقك، لأنه لا يمكن يكون راتبه 20,000. فهذه الأشياء ما عاد تمشي على المواطن، يعني لازم يتحرون الدقة وتكون الأرقام واضحة، وبدلا من الكلام نحتاج إنجازات. الإحصائيات ما زالت ناقصة وغير متكاملة، ولا يمكن لأي مجتمع أو اقتصاد أن ينمو ويتطور بدون هذه المعلومات، وهذا جاء في نص الخطة 5-9 الخمسية، وعلينا أن ندقق في هذه المعلومات، وحتى يكون معرفة الزكاة كم اللي ما يدفع، كم النسب، نقدر نحللها. الآن في صحافة بجانب الوزارة، في كتاب، في صحافة قوية يتكلمون يناقشون في مواقع، في تويتر، في تويتر، في كل مكان. ما عاد في زمان أول انتهى. أما أنك رجل منتج دقيق تقدم إنجازات لهذا البلد، ولا لا تجلس في مكانك، دور غيرك. يعني أنا أتعجب، يعني لما المسؤول أو حتى اقتصادي مثلنا يتكلم عن موضوع وليس لديه الأرقام الصحيحة، فإحنا نتعجب. المهم إن إحنا الآن عندنا أكثر من 300 مليار ريال ضائعة في الاقتصاد السعودي، والبنك الدولي يقول 17-18 من جيل GDP من إجمالي الناتج المحلي كلها أموال غير شرعية أو غسيل أموال. لذا كيف نضع المعايير ونفرض عليها الزكاة وندخلها إجمالي الناتج المحلي؟ هذا هو الأهم. كيف ممكن يكون دكتور؟ إيش النموذج اللي ممكن نحاكي؟ أنا دائما أقول مو بلازم نكون أذكياء ولا نخترع ولا نجيب شيء. نشوف أمريكا، نشوف بريطانيا، يعني شوف أمريكا عندها مقياس للسيولة، إذا لاحظت إن المواطنين بدأوا يستعملون النقدية أكثر بدل من الكريدت كارد ومن الشيكات، تدري إن فيه شيء خطأ، غسيل أموال فيه، هذا المعيار مو موجود عندنا. أكثر معاملاتنا يجيك السباك، النجار، كل واحد يجي تدفع له إيش؟ كاش. هذه الفلوس ما يوديها في البنك، هذه يحولونها حتى ما أدري كيف. تعرف يعني للأسف أنا من خلال تجربتنا في أهلها
بعض المسؤولين تعرف متى يجيب طاري امريكا؟ اذا تكلمنا عن الفقر يا اخي، قال حتى امريكا فيها فقر. اذا مثلا فيه في فيها مثلا مشاكل في القضاء، قال يا اخي حتى امريكا يتاخرون. لكن مثلا اذا في نموذج لا ينسون، يقولون احنا عندنا خصوصيه. تعليق على هذا، هذا انا عملت بحوث في امريكا واشتركت فيها، هذا كلام غير صحيح. شوف لما يقصر المسؤول في امريكا سوف يحاسب. اي طبعا ادري، بس مو معنى ما يقصر يحاسب. وبعدين الاحياء الفقيره اللي يسمونها جاتو، اللي اكثرها السود وهذول، لها عوامل اخرى تسببت في فشلهم، التعليم، المخدرات، الكحول، اشياء اخرى نعرفها وعملنا دراسات عليها في امريكا. فلا يمكن تاتي الى اقتصاد، اقوى اقتصاد في العالم، متقدم، قوانين محكمه ومعاملات. حتى الاسلاميين اللي راحوا ودرسوا هناك لما يجون يقول عندهم الاسلام عكسنا، تطبيق القوانين والانظمه. اذا هذا الكلام غير صحيح لما يقول اترك امريكا تختلف لانك انت تتهرب من المحاسبه والمسؤوليه. لو كل واحد له محاسبه ومسؤوليه، انا متاكد انتاجيه مجتمعنا سوف ترتفع، المشاريع المتعثره سوف لن تتعثر، الخدمات سوف، واقول لك شيء، سوف تكون باقل التكاليف. نعم تفضل السؤال. لا احنا نرجع موضوعنا الاساسي اللي هو الزكاه وتحصيلها وزياده نموها وزياده الوعي. احنا نحتاج الى وعي زكوي، وعي ضريبي للمجتمع. احنا كثير عندنا من المجتمع، وقضيه احنا نشاهدها للجميع، انه كثير من رجال الاعمال لا يرى، هو يعني يرغب يتهرب عن الزكاه، ما يبغى يدفعها، لانه يقول انا لي طرق ولي يعني لي مناهج انا بنهجها وبادفع زكاتي عن طريقي انا. في السابق قبل يمكن 30 سنة كانت تحصل 1.25 مصلحة الزكاة، و1.25 تترك لرجل الأعمال يصرفها حسب منهجيته، حسب ما يرى من فقراء أو رجال أعمال. لكن الآن صارت تؤخذ بالكامل من رجل الأعمال في كثير من الآن، وهذا شيء مشاهد، ورجال الأعمال بالمليارات يقول لك أنا أحبذ أنه يكون عندي زكاتي أصرفها لمن أرى. فهذا كان مبرر من رجال أعمال التهرب الزكوي في هذا المجال. منهم من يطالب الآن برضو أنه أن تقل، بدل ما تكون 2.5 إلى 2%، أن تأخذ 0.5% يترك لرجال أعمال يصرفونها حسب ما يرون، لأنه هو عنده فقراء، لأنه الأصل يقول كان في الزكاة وأدفعها لذوي القربة من عندي، فأنا كذا ما تركت لذوي القربة من عندي أني أدفع لهم أي حاجة. فكثير منهم أنه يرى هذا الجانب. الشق الثاني برضو إحنا يمكن عندنا جانب معطل، اللي هو الزكاة على الأراضي البيضاء، هذه برضو الآن معطلة، ويمكن وجلست في مجلس الشورى فترة طويلة، والآن هذا الموضوع طويل ومعقد، لكن برضو هذا يجب أن يؤخذ وينمى، يعني يدخل في موضوع الزكاة ويؤخذ على الأراضي البيضاء المستخلصة للاستثمار. أنا ما أقول للمخلصة للاستثمار أن تحصل عليها الزكاة، بالإضافة إلى الماشية برضو. إحنا عندنا زكاة الماشية برضو، هذه ما تدخل ضمن الوعاء الزكوي اللي الآن تحصلها وزارة المالية. فهذه المفروض كانت دور مصلحة الزكاة والدخل في هذا الجانب، وهي اللي تتولى هذا الجانب. هذه من أهم السبل اللي هي نرفع منها. إحنا نحتاج الآن إلى نشر الوعي الزكوي، وهذا نقطة أساسية، ونتمنى أنه عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الكتاب الصحفيين المهتمين في هذا الجانب، أنهم ينشروا هذا الجانب والحس أنه هذه الزكاة يعني هي حس وطني تدفع لأهل المنطقة لاستثمارها أو لصرفها لمستحقينها، خاصة أنه مخصص الزكاة ويذهب إلى التأمينات الاجتماعية. شكرا أستاذ عبد الله الشماسي، رئيس تحرير مجلة اقتصاديات. يا هلا. شكرا لك الدكتور فهد بن جمعة، الكاتب الاقتصادي والمهتم بهذه الشؤون الاقتصادية. شكرا لحضوركما. إذن راح نروح فاصل، وبعدين نشوف التسعيني اللي اشتكى على زوجته اللي عمره 14 سنة عندما هربت وذهبت إلى أهلها، زواج القاصرات في السعودية، من جديد بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم. يعتزم تسعيني غدا رفع قضية على أهل زوجته ذات 15 ربيعا، وذلك بسبب تركه في أول أيام الزواج، وكانت الطفلة قد هربت إلى بيت أهلها بعد أن حبست نفسها بغرفة ليومين متتاليين طالبا منها العودة إلى المنزل أو استرداد المهر، بينما لا يزال ملف زواج القاصرات تحت الدراسة لتحديد سن الزواج في السعودية بعد تكرر هذه الحالة على مدى السنوات الماضية.
لمناقشة هذا الموضوع يسرني أرحب بضيف الاستوديو الشيخ الدكتور سعد الدريهم، وهو الأستاذ المشارك بكلية الملك خالد العسكرية، وأيضا معنا عبر الهاتف مستشار العلاقات الأسرية الشيخ غازي الشمري. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء. حياك الله دكتور سعد، أهلا وسهلا بك. يعني بسألك رأيك في هذه القصة تحديدا ورأيك في الموضوع بشكل عام، لأنه كثير من الناس اللي تنتصر لهذا الرأي تتكئ عليه شرعيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين. طبعا هذه القضية هي الزواج من القاصرات تطفو فوق السطح وتارة ترسب تحت. طبعا هي لم تناقش نقاش يعني مستفيض بحيث يعني تعرف المشاكل وتوجد الحلول، غالبا تكون اجتهادات فردية إما في مقال أو عن طريق يعني مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك، تكون غالبا تغريدات. طبعا القضية هذه ليست وليدة العصر الحاضر، كانت يعني في أزمان سابقة سواء في بعد الإسلام أو في الجاهلية. طبعا بعض الناس يوصل للأمر تأصيلا شرعيا يعني بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. طبعا لو أردنا يعني أن نشخص القضية نرى أن هذه القضية هي قضية زواج القاصرات، غالبا يكون لها أسباب. نعم. السبب الأول سبب اقتصادي، والسبب الثاني طبعا الجهل الموجود. طبعا غالبا هذه القضايا وقضايا زواج القاصرات تنتشر في المجتمعات التي تعاني من الفقر، كذلك وجود الجهل وهو سبب آخر. يعني هذه القضية قضية زواج القاصرات غالبا عندنا في السعودية يعني بدأت تتلاشى، يعني في اعتقادي قد تكون هناك حالة في 100,000 أو في 200,000 إلى نصف مليون تقريبا، فهي عندنا يعني قليلة جدا وعلى نطاق ضيق جدا جدا جدا. بس 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 شيخ سعد، نعم. يعني أنت تشوف أنه جائز ولا غير جائز؟ أنا أقول لك في غير في 15 وفي 14 وفي 12 وفي 11. نعم، خلني أنا باجيك هنا في الكلام هذا. فطبعا عندنا الآن الحمد لله الوضع الاقتصادي طيب جدا، فليس هناك حاجة. إضافة إلى الحمد لله أصبح المجتمع عندنا مجتمع متعلم، مجتمع مثقف، يعني يعرف المصالح ويعرف كذلك المضار من هذه الزيجات، ولذلك هي قليلة جدا. طبعا لو جينا للجانب الشرعي اللي هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، فبعض الناس يأخذ بهذا الأمر ليبرر نفسه زواج من يعني امرأة قاصر، لكن نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من هي أكبر منه، تزوج كذلك أم أيتام، تزوج مطلقات، بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن سبق لهن الزواج قبله، هو يترك الأمر هذا ويتجه إلى الأمر الآخر وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني لم يكن اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبريل أتاه بعائشة وهي صغيرة في سرقة، يعني في يعني قماش من الحرير، فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فهذا الأمر مقرر من الله سبحانه وتعالى يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أريها في المنام، رؤيا الأنبياء حق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج من عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الناس، لا من ناحية القوة الجسدية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 ناقة بكر، وهذا لا تصل لها قوة البشر في هذه الأزمان أو حتى في الأزمان السابقة. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمر في الخمسينات، يعني لا زال يعني أقرب إلى الشباب، لكن هذا تزوجها وعمره كم؟ 90 سنة، يعني بون شاسع بحوالي 40 سنة. لكن المشكلة ليست في أنه العمر يكون، المشكلة في الفتاة أنها تكون صغيرة أيضا. نعم. إضافة طبعا هناك فروق بين النساء، بعض البنات يعني قد تكون مثلا عمرها 12 سنة لكن ما شاء الله مبلغها مبلغ النساء، تجدها يعني
لو رأيتها يعني لا تعطيها هذا العمر، تعطيها أكبر من. وبعض النساء قد تكون مثلا عمرها 20-22 سنة ولكن طيب الجرم شخص سعد عشان الوقت بس الآن أنت الحالة هذه اللي في جيزة أنت تنحاز للبنت ولا للزوج؟ طبعا هنا هذا الزواج خاطئ جدا خاطئ جدا جدا. أولا لأن الزوج هذا يعني بلغ من الكبر عتيا يعني 90 سنة، هذا في اعتقادي أنه قد يستقبل الآخرة، وأن كما تعلمون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60-70 وقليل من يجوز ذلك. هذا تعدى، هذا الآن في الفائدة ما زاد عن 70. إضافة إلى أن الرجل في هذا العمر هذا يعني ماذا بإمكانه يقدم لهذه الفتاة الصغيرة، لا من ناحية يعني الجنسية ولا من الناحية العاطفية، يعني جميع الأمور ليست متوفرة. طيب إضافة إلى أن البنت الآن هذه حتى اللي يتزوجون البنات الصغار يعني يخشى عليه الانحراف بسبب تقصير الزوج إذا كان في هالعمر هذا مهما كان بلغ يعني مهما بلغت قوة الرجل في هالعمر هذا في اعتقادي أنه طيب قوته. معي الدكتور غازي الشمري. دكتور غازي مساك الله بالخير. هلا مساء النور، حياك الله أخي علي وحيا مضيفك الكريم الله يطول عمرك. الله يحييك. والبغينا ناخذك بالسكايب عشان تطل علينا بس ما الله كتب. الله يطول عمرك واشكرك على طرح مثل هذه المواضيع التي تفيد المجتمع. نعم. طيب رايك انت في هذه الحاله اللي عندنا اليوم؟ جميل استاذ علي، انا اتكلم معك وانا ماذون انكحه شرعي يعني. نعم. استاذ يطبق الواقع على كل اخي علي بعد بسم الله الرحمن الرحيم. هو لابد ان نفرق بين امرين اثنين الله يطول عمرك، حكم زواج القاصرات ثم أيضا نريد أن نعرف من هي القاصرة، يعني هذا السؤال مهم ترى. القاصرة من هي؟ القاصرة طبعا هي البنت التي لم تبلغ، وطبعا كلمة قاصر هذا مصطلح حديث ليس هو مصطلح يعني فقهي قديم متعارف عليه عند العلماء. طبعا المسألة فيها طبعا نقطتين مهمتين. النقطة الأولى حكم الزواج، الحكمية الشرعية من حيث الشرع جائز بإجماع العلماء، والدليل كما ذكر ضيفك الكريم الله يحفظه هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. لكن المسألة الثانية المهمة والنقطة التي ربما نتفالف عليها ونتناقش فيها هي مسألة الدخول بها ووطئها. هنا الخلاف. طبعا العلماء قالوا متى ما كانت مهيئة هذه الفتاة يعني مهيئة للجماع والوطئ فإنه يجوز الدخول بها. هي ليست طبعا من هي القاصرة؟ هل التي عمرها 10 سنوات 12 14؟ نحن عندنا في المملكة العربية السعودية نحن كمأذونين أنكحة ما عندنا عمر معين. يعني يأتيني واحد يقول أنا بزوج بنتي. أنا أذكر عقدت لرجل يعني هو عمره 21 سنة لكن البنت التي تقدمها عمرها 15 سنة. هل يعني أن الزواج باطل؟ لا. يعني فهذه نقطة مهمة نريد أن نركز عليها. دكتور نعم شيخ غازي. نعم. كمأذون ما يجيك شعور أحيانا أنك تشارك في جريمة؟ لا شيخ علي، الجريمة أين هي؟ الجريمة ليس بالصغر. يعني أنت الآن لو أنا ممكن أشارك بجريمة إذا كان حتى بنت عمرها 25 سنة والمتقدم عمره 27 سنة وغير صالح وغير كفؤ. العبرة بالكفاءة يا أخي علي ليس طيب بالصغر. طيب والعمر. طيب شيخ غازي، هل أنت مع سن قانون أنه الزواج يكون بعد 18 سنة مثلا؟ لا صعب أنك أستاذ علي تسن قانون، لأنه في بعض البلدان تجد بنت عمرها 14-15-16 وتجدها ما شاء الله كبيرة وجسيمة، وبعضهم قد يكون عمرها أكثر. يعني لا زال الناس لا خلنا في ديرتنا حنا في السعودية، خلنا في السعودية ما تشوف في السعودية. لا أسألك سؤال أنت مثل ما أنت تسألني أنا بحق أني أسألك. لا 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 تسألني أنا، لا تسألني أنا هنا أسأل بعدين لا تقابلت هناك سنة. أنا أمي يوم تزوجت كان عمرها 13 سنة، وأنا أجزم جزما أن أمك يوم تزوجت كان عمرها دون مثل ذلك. كل أمهاتنا لعهد قريب لا ما كانت ذي العمر. بس أنا خليني من أمك أمي. الآن إحنا في وضع مختلف، ظروف مختلفة جدا. أنت الآن تشوف من الصعب أنه يكون تسند قوانين بحيث أنه لا يمكن الزواج لأي فتاة يكون عمرها أقل من 18 سنة لأسباب فتوى صحية. العلماء لا أنا ضد هذا أبدا. فتوى العلماء وأيضا أنا كمستشار اجتماعي أسري أنا أقول متى ما كان الإنسان مهيئ
سواء كان ذكرا أو أنثى للزواج فإنه يتزوج مثل الأبين. أنت متى تأكل إذا جعت، متى تشرب إذا عطشت، متى تتزوج إذا احتجت. أنا صار عمري 17 ومحتاج أتزوج أتزوج، عمري قد يكون 25 ولا ولكنني لست صالحا للزواج سواء كنت ذكرا أو أنثى، ما راح أزوج. نعم. لأنه سيفشل الزواج. نعم. أنا العبرة عندي دومومة الزواج. شكرا. العبرة عندي فقط. نعم. أدخلوا بس. شكرا لك شيخ غازي الشمري. راح أروح مع فاصل وأعود لك بعد قليل دكتور سعد. اهلا وسهلا بكم من جديد. لازم نتحدث عن الحاله اللي في جزان التسعين اللي عنده مشكله مع الزوجه الخاسره 15 سنه عمرها. دكتور غازي كان عنده راي. الدكتور سعد باختصار، انت مع تحديد عمر بحيث انه 18 سنه يعني لا يمكن لاي احد ان يزوج ابنته طالما عمرها اقل من ذلك؟ في اعتقادي ان الزمن يحكم. فطبعا نساء الزمن هذا يختلفون عن نساء الزمن الماضي. أنا في اعتقاد أن المرأة في سن 15 14 16 حتى 17 كانت في هالزمن هذا يعني غير صالحة للزواج. أنا في اعتقادي حتى تصل إلى 20 سنة يبدأ الجو الأسري وغير ذلك، لكن دون 20 في اعتقادي في هالزمن هذا لا زالت غير مؤهلة إلى أنها. طيب. دكتور سعد بروح بك في محور ثاني طالما أنك على طاولتنا في أهل الليلة، وأتمنى يتسع صدرك. الكثير من الناس نسيوا القضية وقاعدين يسألوني عن شيء ثاني. ما قلته عن الفرقة الناجية، أول شيء هل أنت ندمان عليه؟ هذا أول سؤال. هل لازلت متمسك برأيك؟ طبعا ملابسة الأمر هذا يعني كثير من الناس يجهل. كان هناك هاشتاج مكتوب فيه العريفي والمفتي عمان أو الأباضية، فبينت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تفترق أمتي بعد أن ذكر اليهود والنصارى، قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هي، قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقلت أنا يعني من باب التمثيل فقط وليس الحصر، قلت أنا يعني من باب التمثيل، قلت علماؤنا علماؤنا يعني الأجلاء علماء الدعوة هنا وأهل نجد يعني ومن تبعهم، يعني من تبعهم يعني من انضوى تحت الدعوة السلفية يعتبر إن شاء الله من الفرقة الناجية. فالناس لم يفهموا هذا ما توقعوا يعني أني أنا أحصر الفرقة الناجية في أهل نجد، بالعكس كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال بأنهم النزع بين القبائل يعني في السعودية في مصر في تونس في المغرب في جميع دول العالم في ناس قائدهم يعني عقائدهم سلفية يعني قصد ويدخلون تحت المسألة. يعني قصدت أنت من هو على يتبع المدرسة السلفية جدا. أي طيب. بس أيضا هذا ما تشوف أن في تألي؟ لا ليس تألي، لكن اتباع للنص. النص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلها في النار إلا واحدة. أنا ما تأليت ولا حددت ولا أخرجت. لا أنت حددت، أنت جغرافيا حددت. يعني حتى الناس يعني صار في تندر كثير على ما جدا ذكرت. إلى يومك ترى يتذكرون القضية. لذلك أنا سألتك عن هل أنت ندمان أو لا، لأنه كانت مباشرة بأنه تقول أهل ند هم اللي صح. أنا يمكن ندمت على صياغة الفكرة طبعا صحيحة، ولكن ربما تكون الصياغة وربما يكون التحديد هو اللي يدخلنا في هالمتاهة هذه، وإلا يعني مما يعني علماؤنا متوافرون عليه وكذلك العلماء يعني السابقون أن هناك فرقة ناجية من 73 بس فرقة. بس شوف أنت يعني أخبر مني في هذا الشأن. أنت تعرف إحنا السعودية كم نمثل من العالم الإسلامي 2%. يعني إحنا إذا كذا بس 98 في أمان الله يعني مشكلة. أنت عندنا مذاهب أربعة أيضا، والمذاهب الأربعة أنت أبخص أنها ما يب كلها يعني المدرسة السلفية تتبعها. لا شوف المذاهب الأربعة هذه مذاهب في الفروع يعني، والفروع لا أشكال في الخلاف فيها. نعم لكن أنا أتحدث فيها نعم فيها يعني كل مذهب له مثلا طريقة ويتساهل في أمر ما وفي مذهب آخر يتشدد في أمر ما. لو ممكن أنت تنضوي تحت تيارات بعدين يعني إذا 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 إحنا يعني فككنا الموضوع هذه الفكرة. مثل ما قلت التحديد ولا شوف
يعني لو نظرنا إلى القرآن ترى دائما الكثرة ليست معيار، وغالبا القلة معتبرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يقول وما آمن معه إلا قليل، ويقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. بس أنت تعرف لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسس، نعم، وبين يعني لا 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 الإسلام، وبين الإيمان، وكذلك بين الإحسان. فمن تمثل هذه الأمور معي ولا لا، في اعتقادي أنه سيكون يعني على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون من هذه الفرقة الناجية، نعم، حتى لو كان في جزيرة من الجزر. يعني نعم. إذا أنت يعني على ما يقول زميلنا عبد الله مديفر وانقلوا عن، يعني أنت الآن ندمان على الصياغة، لست ندمان على المضمون. المضمون مقرر شرعا يعني، لكن الصياغة ربما هي اللي أدخلت الناس. جلست فترة طويلة لين تشرح هذا المفهوم أو تقتنع بهذا الشرح؟ لا شرحته وبينت في تغريدات، لكن الناس طاروا. خسرت ناس كثير بعد هذه التغريدة أم كسبت؟ والله لا، يأتي بس قضية التندر، يتندرون شوي، ويعني زي ما تقول شعب الآن، الشعب السعودي غالبا شعب فكاهي، أصبح يواجه المشكلات دائما بالنكتة، وهذا شيء طيب جدا يعني، لأنه يفرق ما فيه شحنة. شكرا لك. يأتون نعم. دائما يعني للضحك والمزح فقط. نعم نعم. أنت صرت تندر على جامعة الإمام محمد بن سعود، تقول لهم يتبرعون مني وأنا ما أدرس عندهم، بس لا أنا من خريجي جامعة الإمام. نعم. وأتشرف بذلك ولها فضل علي. لكن تفاجأت أنهم يتبرعون. ولكن أنا في كلية الملك خالد العسكري. نعم. شكرا لك الشيخ الدكتور سعد الدريهم على حضورك معنا في أهلا. الله يحييك. أيضا أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا. ألقاكم غدا في أمان الله.